اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه كابتن نصر ابراهيم منورني في الاستوديو. نورك. التشكيل الافضل ايه اللقاء الجاي؟ يعني انا ما اعتقد مش هيتغير التشكيل عن الماتش اللي فات ده، يعني عواد وحمزه وعبد الغني والزناري وفتوح، وفتوح خط الوسط رؤى وزكريا وعمر جابر وعمر جابر وامام وزيزو، وقدام مهاجم سيف الدين. سيف الدين وزيزو بيطلع شادو سترايكر كده من الجنب التاني او من ناحيه الوينج ليفت، مش هيغير كتير. هو يمكن احتمال نيمار، بس يعني يمكن مكان عمر جابر، احتمال، وممكن بيستغل عمر عشان خبرته برضه في البدايه. هكاد من دي الحاجات دي هيبقى براعيها هو، او قاري فرقه الاهلي بقى، وبعدين بيشوف الملعب. خلي بالك يعني هو ممكن ينزل بتشكيل معين حاطه في دماغه، وفجأة كده يلاقي في حاجات متغيرة في الملعب هيبتدي يغيرها، يعني دي ميزة، أو يغير أماكن اللعيبة. طب حسام عبد المجيد هيشارك في اللقاء وراجع حسب الاتفاقية اللي موجودة. احنا نسينا حسام، ده حسام يبدأ طبعا. بحسام مع عبد الغني ولا الزناري مع حسام؟ لا أنا بقول حسام يبدأ مع عبد الغني. مين ومين؟ حسام. حسام وعبد الغني. ولا يبدأ بحسام وعبد الغني والزناري وما يكونش فيه المسلوسي؟ المسلوسي بيعمل شغل جامد، صح؟ انا بحبه في المكان ده بصراحه. بيعمل شغل، هو عامل شغل، يمكن الناس مش حاسه، لكن هو عامل شغل كويس، عامل شغل مكان في التوظيف الجديد. يعني التوظيف فريرا اكتشفه في مكان جديد، بالظبط، بقى سيرد باك بشكل كبير، بقى سيرد باك ليبرو، يعني هو سيرد صحيح. باك وليبرو وعشاش، فبيروح كويس وبيغطي ورا اللعيبه، ودي حاجه كويسه يعني، خاصه الناحيه اليمين دي بيقفلها كويس. لا هو كمان مدي اريحيه الوينج باك رايت اللي هو نيمار، لما نيمار بيزيد بيكفر في ضهره، شفت؟ فاداله مدي حريه لنيمار يزيد براحته، ياخد براحته، ونيمار بيلعب، وتلاقي هتلاقي ايه الحركه اسهل. لا وهنا كمان عشان كده هنا الدنيا قويه. ليه؟ ان زيزو بيجري، نيمار في ظهره، فبيحصل خلخله في الدفاع، هروح فين ولا فين، فبيبدا يكون في كثافه عدديه للزمالك. مسلوسي قافل دفاع، الدفاع بيرحل، بيقفل الجنب ده، عشان كده بيكون الجنب ده اقوى في الجزء الهجومي لما يكون زيزو ونيمار. طبعا زيزو ونيمار، وزيزو برضه لما بيروح ناحيه الشمال ما فيش مشكله. هي بس الحاجه الكويسه اللي انا شايفها في تيم الزمالك، الكل بيجري، كله بالحركه، يعني لعيبه كويسه بس بيجروا، مش لعيب بيستلم وهو واقف. يعني دي بقى ميزه كبيره قوي في اللعيبه او في الفرق المحترمه، ان كله بيستلم وهو بيجري، صح؟ مش يستلم وهو واقف وبعدين يفكر، يستلم وهو واقف. لا انت بتجري عشان تعمل خلخله في الدفاع، لازم بالظبط تلاقي الفرقه اللي قدامك مش عارفه تمسك نفسها. الاهلي اول ماتشين تابعت اغلبهم بيعتمد على الجبهه اليسرى، يمكن سجل الماتش الاولاني من الجبهه اليمنى، وضربه الجزاء من الماتش الثاني من الجبهه اليمنى برضو، ولكن ضربه الجزاء كانت الكره جت يعني لشادي، بس فكره الجبهه اليسرى عندهم اقوى. فكره موجود معلول مع عبد القادر، سافيو سعد اللاعب المحترف بتاعهم الجديد بيخش الناحيه دي. هل شايف ان وجود مسلوسي وعمر جابر وزيزو يقدروا يقفلوا الجنب ده مع حد من امام او رؤى او حد من خط النص يميل معاهم، ولا شايف مين افضل حد في المكان ده، مسلوسي نيمار زيزو، ولا مسلوسي عمر زيزو؟ التلاتة، اي تلاتة منهم، اي حد فيهم اصلا عندهم سرعه، واخد بالك؟ وحتى ناحيه الشمال بتاعه النادي الاهلي لو كويسه هتلاقي بالعكس اللعيبه دي بتتحرك كتير على قدام. بالعكس احنا ممكن نستغلها، واخد بالك؟ يعني احنا ممكن نستغلها ان احنا نلعب من ناحيتها، نكسب من ناحيتها. يكون زيزو يقدر يهاجم المكان ده. احنا شفنا الماتش اللي هو اللي فات بتاع الاهلي والزمالك، لما نيمار وصوله بيلعب الكرة بالعرض اللي جت هدف، فكل الحاجات دي ميزه لينا ان احنا عندنا سرعات، يعني اي مكان هيبقى فيه مشكله ضدنا هتلاقي السرعات بتتغلب عليه. بالظبط. هل نركز والناس تركز مع اصل مين في الاهلي ممكن ما يلعبش، اصل مين عنده اصابه ممكن ما يكونش جاهز، ولا ما نشغلش بالنا؟ لا احنا ما نشغلش بالنا، احنا فرقتنا كويسه الحمد لله، عندنا لعيبه كويسه، لعيبه في الملعب رجاله صراحة. عندنا دكه حلوه، او عندنا اولاد قاعدين على الخط، بقالنا كتير ما قلناش عندنا دكه حلوه. بقالنا بتاع سنه ونص مثلا ما قلناش عندنا بودلة جامدين. الحمد لله من الصفقات، اللي طبعا المجلس الاداره المستشار مرتضى طبعا والامير عامل شغل عليها بصراحه، فطبعا دي حاجه تفرح. ودي الفرق اللي هي عايزه تنافس، اللي عايزه تاخد دوري، لازم عندها كده اكتر من لعيب، واخد بالك؟ والميزه الاكتر ان مستر فيرا ما بيعملش حساب معين، يعني انت النهارده مش متخوف، النهارده لو حصل لك 3 4 غيابات انت مش متخوف،
صح. ليه؟ بيقدر يسدهم وعارف هو بيعمل ايه. ده غير اللعيبه الصغار اللي انت عارفهم اللي موجودين خلاص بقوا كبار بقوا خبرات دلوقتي. مش قصدي يعني انا قصدي يعني قصدي اقول لك يعني كم من محمد طارق وحسام عبد المجيد ونيمار ويوسف اسامه وسيف جعفر فطبعا عندك كم من اللعيبه. فدي حاجه تفرح واللعيبه كلها فرحانه يعني اللعيبه كلها عايزه تشارك. مفيش حد بيزعل دي برضو فيها دي ميزه مفيش حد بيزعل انه بيلعب او ما بيلعبش يعني ما لعبش مش يقعد ياخد جنب.